دلوقتي هنروح معاكم نشوف فيديو مع كابتن ابراهيم حسن من جوه المستشفى اللي فيها طبعا كابتن حسام حسن بعد ما تعرض لوعكه صحيه. هيطمنا على كابتن حسام حسن، تعالوا نشوف. ابراهيم حسن مدير جهاز الكره بالنادي المصري، وطبعا طمنا على كابتن حسام ومعاه الخروج. وامتى كابتن؟ طمنا على حاله كابتن حسام. الحمد لله دلوقتي احسن. قالوا قبل الماتش في عندي جديده وضغوط كتيره، فكل ده عمل ضغط اصلا ضغط نفساني في الحس بتاعي شديد. دخل عينيا عشان عمل فحوصات وقال لي كان ضغط عالي. الحمد لله بنطمن ان شاء الله بنشوف بعد الفحوصات كده بنشوف اذا كان ممكن احتمال كبير يطلع ان شاء الله دلوقتي يريح تمام. يعني ممكن يطلع دلوقتي كابتن ابراهيم؟ خلال السنين بس فحوصات قلقانين من ايه من الفحوصات دي يا كابتن ابراهيم؟ ايه اللي قلق لكم الفحوصات يعني؟ الضغط كان عالي قوي، الضغط عالي وبرضه كان عامل فحوصات على القلب وعلى كده، فكانوا حاسين ان في يعني قلقانين وكده. الضغط لما بيعلى بيأثر على طبعا يعني في احتماليه كبيره اللي هو يخرج دلوقتي ان شاء الله بس الحمد لله الحاله احسن. الحمد لله.